السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي واصدقائي، رب تكونوا دايما بخير. سعر الدولار والعملات في السوق السوداء اليوم الخميس 14/9/2023 على مدار اليوم بإذن الله نتعرف على سعر الدولار والعملات في البنوك وسعر الدولار في السوق السوداء فضلا وليس امر. اتمنى تشرفوني وتدعموني باشتراك ولايك. سعر الدولار والعملات في السوق السوداء من قناتي انا وحياتي. دينار اردني شراء 54.10 قروش، سجل الدرهم الاماراتي شراء 10.52 قرش، جنيه استرليني شراء 47.69 قرش، اليورو شراء 42.95 قرش، دينار كويتي شراء 128.92 قرش، ريال قطري 10.58 قرش، ريال سعودي 10.48 قرش. سعر الدولار في السوق السوداء كما ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي، الشراء سجل 39.96 قرش، والبيع سجل 40.92 قرش. السوق السوداء كل ساعة في حال. بشكر حضراتكم جدا دايما وجودكم في قناتي انا وحياتي، شرف كبير ليا. وفي الختام اسال الله لكم الخير كله عاجله واجله يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.